إذا سألت أي حد في الدنيا، أي طفل أي طفلة، عادة الأطفال بالذات، إيه حلمك؟ قعده في معمل. ليه؟ لأنه هيقعد يلخبط حاجات فوق بعضها ويشوف اكتشافات وبتاع. هو جزء من الطبيعة الإنسانية والبشرية أنه طول الوقت في سعي للاكتشاف للمعرفة. إحنا هنا في معمل جينوم هنشرح، أنا عندي شوية معلومات على قدي جدا، لكن هنشرح مع دكتور منة الصرفي من معمل الجينوم في مدينة زويل منورانا. ازاي الحال؟ كله تمام؟ الحمد لله. يعني ايه معمل جينوم الاول؟ طيب الجينوم ده هو يعني زي التوتل او كل الجينات اللي موجوده جوه الخليه اللي بتخلي مثلا تتحكم في شكلنا، في صفاتنا، في مثلا حد معرض اكتر انه يصاب بامراض. فهو ده التركيبه الجينيه بتاعت الانسان، مثلا بنقول عليها الجينوم، مجموع جيناته كلها اللي بتخليه هو الشخص ده. طيب يجي المواطن يسأل، طب واحنا أهمية النوع ده من الدراسة ايه؟ بتعملوا معمل جينوم وتخصص زي ده في مدينة زويل وجامعة زويل ليه؟ طيب تمام. هو دلوقتي مثلا في أمراض بتبقى صعبة جدا زي مثلا السرطانات أو الأمراض العصبية، فهمها صعب جدا، وبيبقى المسبب ليها مش تلف في جين واحد أو اتنين، بيبقى مشكلة على مستوى الجينوم كله، في كذا حاجة فيها مشكلة. فمثلا الأمراض دي بتحتاج دراسة الجينوم، لأن احنا بنقدر نبص بصة على كذا فاكتور مع بعض، مش مثلا جين واحد. زمان كانت الامراض اللي هي جين بيحصل فيه تلف مرتبط بمرض معين، ده كان الناس عرفته كده، زي مثلا اللي هي السيكل سيل انيميا مثلا، مش عارفه الترجمه دلوقتي. في امراض بتبقى كده، بتبقى اسمها مونوجينيك، اللي هي بيبقى جين واحد فيه تلف بيحصل. الانيميا دي اللي هي انيميا منجليه، صح؟ ممكن اعتقد. بس فكره الجينوم دي ان انا مثلا الامراض اللي هي الصعبه شويه فهمها، وده اللي بيخلي علاجها كمان صعب، لان انا مثلا مش كل مريض سرطان بيبقى زي التاني. ففي بقى فكره حاجه اسمها البيرسونلايز ميديسن، اللي هي فكره ان انا كل مريض لازم ياخد دواء محدد مختص قوي لحالته. فده بيبان ازاي؟ من ان انا ادرس مستوى الجينوم بتاعه مثلا، الاختلافات اللي فيه، او في حاجات تانية برضو اسمها ترانسكريبتوم مثلا، ببص على مجموع الاختلافات اللي حصلت في كذا فاكتور. على الفرد؟ على الفرد الواحد، لأن المفروض أن مش نفس الفرد ياخد نفس الدواء. يعني مثلا بني آدم عنده مشكلة معينة، المفروض واحد تاني، الاثنين عندهم مثلا سرطان ثدي مثلا، ما ينفعش ياخدوا هما الاثنين نفس الدواء. المفروض أن كل واحد يتحلل الجينات بتاعه أو الجينوم بتاعه عشان نفهم إيه الاختلافات اللي عند ده وعند ده، وهو ده هيستجيب للعلاج زي التاني ولا لا. هنا ده بيخليني بسأل، أنت عارف اللي بتقوليه ده يخلي أنه مستقبل صناعة الدواء في العالم في قطاعات كتير تنهار. يعني مسألة الصناعات الكمية دي، اللي هو كلنا بناخد كذا، مش حاجة اسمها كده بأبحاثكم، لا يعني ده الدواء ده رايح لفلان. المفروض يعني المفروض المستقبل ان احنا، هو طبعا الليفل ده عالي قوي، وبسبب كمان ان التحليلات اللي هي اللي بتبقى فيها موضوع التحليل الجينوم والكلام ده مكلفه جدا. فيمكن بنحاول مثلا على الاقل حتى مثلا الناس تبص على 20 30 جين شاكين فيهم مثلا، مش لازم ابص على المجموع الجينات كلها، بس ابقى عندي على الاقل للشخص ده يتبص عليه في حاجات معينه. الدواء اللي يروح لفرد ده اكيد هيبقى غالي جدا. لا هو ممكن يروح لكذا فرد، بس ما يبقاش يعني مش عشان واحد عنده سرطان ثدي مثلا واحده يعني نديها نفس الدواء كده كده بغض النظر عن مكوناتها الجينيه. فهي دي الفكره، يعني ممكن كذا حد يستفيد منه، ممكن واحد تاني يكون عنده مرض نوع سرطان تاني يناسبه الدواء ده. يعني هي الموضوع مش ان دواء واحد ينتج لانسان بس، ممكن بس نستبعد على الاقل الناس اللي مش هيرسبوندوا او مش هيستجيبوا للعلاج ده، عشان ما يعانوش بس من المضاعفات وما يبقاش فيه اي استفاده. طيب واحنا بنحكي حكيتي لي حدوته وانا هقول لك تعليقي عليها وهنقوله مع بعض على الهواء. قلت لك اتخرجتي من ايه يا دكتور؟ قلت لي اتخرجت من جامعه امريكيه وبعدين سافرت المانيا، اسف الجامعه الالمانيه، وبعدين سافرت المانيا وعملت الدراسات بتاعتي واشتغلت هناك، وبعدين خدت قرار ارجع. فسالتك وترجعي لي؟ جاوبي وبعدين هقول لك التعليق اللي انا كنت بقوله. طيب انا كنت عايزه ارجع عشان حسيت ان انا ممكن اعمل فرق كبير، لان مثلا هناك بحس ان السيستم استابليشد جدا او هم وضعهم كويس قوي، فممكن حد بيدخل ياخد مكاني ويتعلم العلم ده هينتج وهيعمل حاجه كويسه قوي، بس بيبقى الكونتريبيوشن بتاعته اكتر طوبه في مبنى كبير اوريدي موجود. مثلا احنا عندنا هنا في مصر ممكن الكونتريبيوشن تبقى ان واحد يعمل مبنى صغير، حتى لو صغير على قده، بس بيعمل حاجه حتى لو صغيره. الاجابه دي جت بعد ما انا قلت لك، قلتي لي انا جيت علشان انا عايزه افيد باللي انا بتعلمه هنا في مصر، فقلت لك ده كلام طبعا اوانطه جدا. ولا ده كلام؟ فقعدت ضحكت نفس الوقت. قلت لك ده كلام اوانطه جدا، ده كلام جد ولا اوانطه؟ قلت لي لا ده كلام جد. قلت لك يعني ده مش الكلام الفانتازيه اللي يتقال في التلفزيون ويتقال في الحوارات الصحفيه والكلام ده؟ قلت لي اطلاقا انا بجد شايفه كده، والا ما كنتش رجعت. انا فعلا شايفه ان انا كنت حاسه ان انا عايزه، اول حاجه كان عندي يعني انا ما اشتغلتش في مصر قبل كده قبل ما ارجع هنا في زويل،
فبالنسبه لي كان بحس ان انا بعمل مجهود كبير جدا هناك، وبسهر وبروح متاخر وبشتغل في الويك اندز، فدايما كان عندي اللي هو الهاجس ده، هو انا لو عملت نفس المجهود ده في بلدي مش يمكن اعمل فرق؟ يعني انا هنا في سيستم هو شغال اصلا، فليه ما نروحش في حته فيها الموضوع لسه اقل من كده. لما رجعتي ايه اللي حصل؟ لما رجعت ما انا برضو اخترت ارجع على مدينه زويل، فهي مكان اصلا كويس جدا يعني، انا فده برضو من الحاجات اكيد اللي شجعتني ان انا ارجع الحمد لله. في والله في فرق او حاجه؟ طب هو اكيد بره ممكن في حاجات مشاكل في مصر عامه، زي مثلا الكيماويات، احنا بنستورد حاجات كتير جدا، وده بسبب ان احنا ما بنصنعش، يعني الصناعه عندنا في المجالات دي مش كويسه قوي، فبصراحه احنا بنستورد حاجات كتير قوي، فعندنا دايما تاخير جامد جدا من فكره ان انا بستنى الكيماويات تيجي. الحاجه مثلا في المانيا كانت بتيجي تاني يوم او تالت يوم، فالموضوع ده محتاج حد يعني صبر شديد عشان يعرف يتعامل معايا، طبعا من مستوى ان انا بطلب حاجه كاني في سوبر ماركت لحاجه بستناها 4 شهور مثلا. فيعني دي كانت نقله شويه، بس غير كده طبعا المدينه كان فيها اجهزه حديثه كويسه جدا، والطلبه طبعا شاطرين جدا، فدي بالنسبه لي كانت بتعوض ده. فساعات الواحد لما بيلاقي ده ممكن يستحمل يعني اسمها ايه تحديات تانية، تحديات هي مرتبطه اكتر يمكن يعني بمصر كلها مش بمدينه زويل بس يعني. عظيم جدا، بنتحمل ده.